الحقيقه انه يعني الواحد بيرجع بالذاكره كده مشوار طويل قطعه النادي الاهلي في مواجهه ابطال العالم، ابطال القارات، والقصه ابتدت من زمان جدا. والحقيقه ان الموضوع مشي بشكل تراكمي لغايه لما وصل ان النهارده انت بتواجه اي بطل من ابطال العالم بما فيهم بطل اوروبا بما فيهم ريال مدريد، وانت عندك طموح في تحقيق الفوز. التغير اللي حصل في العقليه، الارتباط بازاي العالم كله النهارده بقى بيبص للنادي الاهلي، وخصوصا لما بيواجه فريق كبير بحجم ريال مدريد. زي ما قلت لكم ردود الافعال الحقيقه بصرف النظر على نتيجه المباراه، حط نتيجه المباراه على جنب، لكن المكاسب اللي حققها الاهلي من البطوله دي، من المشاركه في البطوله دي، اعتقد انها يعني فاقت كل التوقعات. عايزين نتكلم بالارقام ونشوف ايه العبر او الدروس المستفاده من ماتش الريال. والاهم من ده نبص على ماتش فلامينجو، لان واحد من التحديات الصعبه جدا اللي بيخوضها الاهلي في مشواره، وخصوصا لضيق الوقت والعوامل كتيره جدا يمكن بتصب في مصلحه فلامينجو اكتر من الاهلي، ازاي يتعامل الاهلي مع المباراه، رؤيه مستر كولر للطريقه والتشكيل الانسب، لانه بالتاكيد الكره اللاتينيه تختلف عن الكره الاوروبيه، وبطل كوبا ليبرتادوريس غير بطل تشامبيونز ليج في اوروبا. بيشرفنا اثنين من المحللين الفنيين اللي بنسعد بوجودهم معانا طبعا، استاذ محمد الباز مساء الخير يا محمد واهلا وسهلا بيك. مساء الخير يا استاذ احمد، نور الدنيا وهارد لك طبعا. واستاذ محمد مصطفى مساء الخير يا محمد اهلا وسهلا بيك. مساء الخير يا استاذ، انا اقول باز ومصطفى بقى عشان ما نطلعش الدنيا اهلا وسهلا. اكيد عندكم ارقام كتير يعني يخص اكيد ريال مدريد، وارقام كمان تخص فلامينجو طبعا، واكيد الساده مشاهدينها كمان هيستمتعوا وهيشوفوا المباراه ويقروها القادمه باذن الله. نبتدي من نبتدي من ماتش الريال بقى، بس انا الاول عايز اخد رايكم في حاجه كده. يعني احنا من نسختين فاتوا الاهلي قابل بايرن ميونخ، مباراه يمكن ما كانتش على قد طموح جماهير النادي الاهلي الدفاعيه، كانت جيم مقفول، كان متحفظين قوي، كنا شايفين احنا ممكن نقدم اكتر من كده، وكان ليها صدى وردود افعال. وبعد نسختين بنقابل برضو بطل اوروبا مره ثانيه، بس المره دي ريال مدريد، ولكن انا حاسس انه في فرق كبير جدا في ردود الافعال وازاي العالم باصص على الاهلي وشايف الاهلي في البطوله دي. طبعا طبعا النادي الاهلي بدايته مع كاس العالم للانديه احنا بنتكلم في 18 سنه كانت اول ظهور للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه 2005، ووقتها احنا يعني لو حضرتك تفتكر كان كله بيقول ان الجيل ده هيروح ياخد كاس العالم للانديه، فوجئنا بهزيمه قصاد اتحاد جده، ثم كمان الهزيمه في مباراه الخامس والسادس. فهنا الليفل اللي انت بتلعب فيه ده في كاس العالم للانديه اكيد الاجواء مختلفه كليا عن اجواء الدوري وحتى اجواء دوري ابطال افريقيا، لانه حتى منتخب مصر احنا كنا بنقول ما بنروحش ليه كاس عالم، ولما رحنا اتفاجئنا ان احنا مش ظاهرين بالشكل الامثل. ليه؟ لان احنا دايما ما بنظهرش في الاحداث الكبيره دي. فتتابع ظهور النادي الاهلي في كاس العالم للانديه مره ورا الثانيه ورا الثالثه، خلاص اللعيبه بقت عندها ثقه، بقى الطبيعي النهارده ان النادي الاهلي يكون موجود في نص النهائي، الطبيعي ان الاهلي يكون موجود. وبدايتك مع الفرق امريكا اللاتينيه برضو ما كانش افضل حال، ولكن لما واجهت بالميراس الوضع اختلف، بدات تاخد الثقه. بدايه ظهورك بقى مع الفرق الاوروبيه مع بايرن ميونخ، والحظ العسر بقى ان انت بتقابل واحده من افضل النسخ لفريق في التاريخ اصلا، يعني فرقه النسخه بايرن ميونخ دي بايرن بيكسب على برشلونه 8، دي النسخه اللي شايله البارسا 8 بالظبط، وتشيلسي 7 وكاتالوني انا بفاري شويه قالها اول حلقه. بس بايرن انا من الفرق المدارس الكرويه طبعًا اللي بحترمها جدا جدا جدا. لما بتعمل فرقه بتعمل فرقه مدرسه لا واجيال ورا اجيال، ومش من الناس اللي هي بتصرف كتير. يعني زي بي اس جي مثلا، مين يا جماعه اهم نجوم العالم وحاسهم وتعالى، لا دي ناس بتشتغل وشايفه وبتعرف تجيب المواهب وبتعرف تعمل فريق بينافسوا بيه دايما على القاب اوروبا، ورفض يضموا مثلا كريستيانو رونالدو لانه مش مناسب مع سياسه الصفقات الخاصه بالنادي البافاري. ما فكرش في ميسي، ما فكرش في نيمار، ما فكرش في امبابي، لا ما بيعتمدش على المدرسه دي، فعشان كده بقول مدرسه محترمه. صحيح وقتها النادي الاهلي اصاب بايرن ميونخ، احصائيات المباراه اظهرت النادي الاهلي ما كانش بالند القوي لبايرن ميونخ. يعني لو دلوقتي مثلا عرضنا على شاشه صحيفه بيلد الالمانيه بعد المباراه اتكلمت ازاي على النادي الاهلي، وازاي انه بايرن ميونخ ما واجهش اي صعوبه قصاد النادي الاهلي. هنا معانا الشاشه هنا، يعني لو تلاحظ كده الالوان الصغيره اللي فوق اللي بيقول لك ايه دومينانت ابيرنس اجينز ايجيبشن سيريز تشامبيون الاهلي، يعني سيطره كامله وظهور في سيطره لفريق بايرن ميونخ امام النادي الاهلي. لو هتلاقي برضو الصوره اللي بعدها، بص السطر الثاني بيقول لك ايه هاولت التروبل ميونخ هاد، يعني بيقول لك انه ما كانش في اي معاناه للفريق، وشرحوا بعدها الاحصائيات 24 كوره على المرمى لنادي بايرن ميونخ قصاد 5 كور بس من النادي الاهلي، نسبه استحواذ 68%،
كمان حتى الفوز بالكرات المشتركه 63% بالنسبه للنادي البافاري، فبيقول لك ان المباراه كانت سهله جدا على النادي البافاري. ما شيء مطمن انه ياخد اللقب السادس يعني، ما بالظبط هو كاتبين يعني 1 يير افتر اللقب السادس في سنه واحده يعني بالظبط. كان وقتها كان نادي بايرن ميونخ كان خد 5 ألقاب، فكان دي كانت السداسيه بالنسبه لنادي بايرن ميونخ. لو جينا كمان للصوره اللي بعدها بيقول لك برده نفس الكلام، بايرن دومينيتد اجينست الاهلي، وبيقول لك ان هو باتريك يوز ان ذا سكند راوند. وهنا جايب المعلق بتاع بيلد مارسل ريف كان بيقول لك اتس تو ستاتيك، بيتكلم على ازاي ان التراجع في الشوط الثاني، بيقول لك ذا جاست ستاند راوند، يعني لعيبه بايرن ميونخ كانت واقفه يعني خلاص حاسه ان المباراه انتهت. ماتش ستاتيك، ماتش يعني واقف خالص يعني بالظبط. الماتش كان هادي جدا، لعيبه بايرن واحنا على فكره عايزه تدوس. واحنا وقتها قلنا يعني جمهور النادي الاهلي كان شايف نفس الرؤيه دي، ما كانش يعني وده مهم انك تعرف انا فين النهارده يعني. عارف ما كانش عندنا احساس ان احنا قادرين نعدي بايرن ميونخ زي ما احنا كان عندنا احساس ان احنا قادرين نعدي الريال. صحيح صح ولا ايه؟ صح. يعني كانت الناس كلها مستنيه احنا نتغلب من بايرن وعادي جدا، لكن امبارح 90% من الجمهور كان مستني الاهلي يكسب ريال مدريد. صحيح. فالفارق كبير جدا. صحيح. طبعا ده بقى ماركه، هنا بقى ماركه اسبانيا بقى، يقول لك بقى الاهلي انجويد ا فيري جود سبيل ان ذا later بارت اوف ذا فيرست هاف اند بوت توجذر سم نايس باسنج موفيز. يعني بيقول لك انه ازاي النادي الاهلي برده كان في اجزاء كبيره جدا واخر جزء من الشوط الاول كان قادر انه يعمل بعض الباسس كويسه ويقدر ان هو يهدد مرمى ريال مدريد ويوصل لريال مدريد، وده اظهرته كمان حتى الاحصائيات. برضو هتلاقي حتى الصورة اللي بعدها نفس الكلام برضو، إنه الإسبانيش سايد أبيرد وي كواستينج أفتر ذات بات الأهلي إنثيازم ديدنت وين كلامسي تشالنج فروم ذا إكواردو كامافينجا جيفتد ذا إيجيبشن تيم أبينالتي عند علي معلول ستيبد أب تو ميك إت 2-1. يعني بيقول لك هنا إنه انه كان في اوقات صعبه عدت هنا يا سام نيرفي مومنتس فورورد از الاهلي بوجد. هنا بيتكلم بقى على انه ازاي انه كان الاهلي قريب من التعادل. دي كلمه مهمه كولايزر، يعني انت متساوي معايا كولايزر. هو يا. هو انا حاططها يعني كولايزر يعني هو جيفنج مدريد كان ند يعني هو يعني كلمه واضحه بالظبط، مش كلمه اكتر تعبر اكتر من كده. يعني النادي الاهلي راح بكره او كورتين، ده كان هو هنا في السرد بتاع ماركا بتتكلم على تفاصيل المباراه هنا. دي كانت بعد البنالتي اللي ضيعه مودريتش اللي اتصدى ليه نجمنا طبعا محمد الشناوي. هنا بقى النادي الاهلي ظهر وراح بكوره واثنين وبدا يهدد. طب انا عايز اقف مع عايزك يا محمد تقسم لي ماتش امبارح نصين كارقام وتحليل واحصائيات ما بين الشوط الاول شفت فيه الاهلي ازاي والشوط الثاني شفت فيه الاهلي ازاي. طبعا الاهلي بدا بدايه قويه، يعني احنا شفنا يعني لحد نهايه تقريبا دقيقه 42 43 يعني الهدف الاول لفينيسيوس الاهلي فعلا قدر يوقف مفاتيح اللعبه عند ريال مدريد. كان بادئ بدايه قويه جدا، الارقام مختلفه جدا. احنا لو بصينا بصه سريعه على احصائيه المباراه ومنها ننطلق على بعض النقاط الهامه، يعني لو الشباب برضو يورونا احصائيه مباراه ريال مدريد والاهلي زي ما الصحف اتكلمت. احنا يا ريت نوثق الكلام اللي اتقال في الصحف. يعني بص احنا 11 فرصه للاهلي، يعني سجلنا منهم واحده، سجلنا منهم واحده ضربه الجزاء، 14 فرصه ريال مدريد. يعني احنا لو نقف عند 11 فرصه وصلنا لمرمى ريال مدريد، هددنا مرمى ريال مدريد اكتر من مره. يعني الاكس جي الاهداف المتوقعه 1.9 للاهلي، برضو نسبه كبيره يعني تقارب من 2 يعني مع فرقه زي ريال مدريد يعني مقارنه طبعا بالمباراه بايرن ميونخ زي ما اتكلمنا دلوقتي. يعني ريال مدريد طبعا 2.8. لو بصينا على نسبه الاستحواذ ما بيلعبش الدور الاكبر طبعا في اظهار قوه الفريق، ولكن طبعا نسبه الاستحواذ عند الاهلي 41 برضو رقم، بس 9% من استحواذ ريال مدريد لو راح للاهلي 9% تساوينا وهو كمان مش الاستحواذ دايما مش مقياس. اخر ماتش ريال مدريد مايوركا لما خسروا كان نسبه استحواذ ريال مدريد 74%. صحيح. وخسروا مباراه، فمش نسبه استحواذ عمرها ونسبه استحواذ ريال مدريد في مواجهه ليفربول في الشامبيونز ليج كانت اقل بكتير جدا من ليفربول، ورغم كده قدر يكسب المباراه. صحيح. نفس الكلام في التمريرات. لا انا عايز التمريرات مهمه، يعني التمريرات معلش يا جماعه ارجع لي التمريرات، لان التمريرات هنا انت لما تحافظ على نسبه 84% من التمريرات صحيحه مع ضغط ريال مدريد انت هنا ده بدليلك انت مش قلقان. صحيح. انت بتباصي مش قلقان في الوقت اللي نسبه ريال مدريد كانت 90%، احنا عاملين 84 وريال مدريد 90. مظبوط. هي نسبة ملخص الـ الـ الارقام دي بالنسبه لي انا كجمهور واحد من الجمهور، يعني اقول لك اللمسه الاخيره صنعت الفارق. صحيح. هو ده يعني بالظبط ده اللي حصل، يعني لحد الدقيقه 42 43 الهدف، يعني الارقام قريبه جدا ومفيش الفوارق العظيمه الكبيرة بين الاهلي والريال. صحيح. لكن اللمسه الاخيره هي اللي فرقت معنا كتير.
بكل تأكيد، حتى التصويبات على المرمى في 13 تصويبة للأهلي على المرمى، 5 أون تارجت، نفس كلام 17 يعني تسديدة على المرمى، 10 أون تارجت، برضو أرقام مش بعيدة عن بعض قوي. يعني مش بعيدة قوي، نفس كلام في العرضيات، نفس كلام في الركنيات، الأهلي طبعا تفوق أكتر. احنا تفوقنا في العرضيات وتفوقنا في الركنيات، يعني 8 على يعني مقابل 4 ركنيات لريال مدريد، يعني دي ارقام فنيه بتعكس قوه اللقاء بكل تاكيد. بتعكس وخليني اقول لك كمان انها ارقام ما تعكسش نتيجه اللقاء خالص يعني، وعشان كده بنقول لابد من توثيق الكلام اللي اتقال في الصحف الاسبانيه، توثيق كل التحليلات ان فعلا الاهلي كان ند قوي، يعني 4-1 النتيجه، يعني بعد 10 سنين لو بنتكلم في التاريخ والاهلي واجه ريال مدريد انهزم 4-1، محدش هيتوقع السيناريو ده، محدش السيناريو واللي حصل بالظبط والارقام وما حدث، وحتى الصحف ورد فعل الصحف العالميه والاوروبيه على المباراه القويه. طيب ننقل معاكم لفلامينجو، لازم فلامينجو عشان وقتنا، ومهم جدا حتى يعني نشوف من مصطفى برضو رايك في فلامينجو وتقراه ازاي في ظل غياب 3 لاعبين من عنده. هو فلامينجو الاحصائيات موجوده مع الباز هيقولها، بس انا هتكلم على نقطه فلامينجو، انه دايما فرق امريكا اللاتينيه كانت بدايه كاس عالم الانديه انت دايما بتشوفهم هم موجودين في الفاينل مع الفرق الاوروبيه، ولكن خلال السنوات الاخيره خلاص المستويات كانت متقاربه شويه مع الفرق بتاعه امريكا اللاتينيه، والنادي الاهلي كمان ليه تجربتين اخر سنتين مع نادي بالميراس، فزت مباراه، المباراه الثانيه كنت ند قوي جدا وكنت بتضغط، وبرده في الدقيقه الاخيره بالميراس خطف الهدف الثاني. نادي فلامينجو مش اقوى من بالميراس، نادي فلامينجو مخلص السنه اللي فاتت الموسم بالدوري البرازيلي مركز خامس، ما عندوش نجوم كتير قوي، حتى الاسامي اللي الناس عارفاها هي اعمار كبيره جدا في السن، بتتكلم في فيدال، بتتكلم في فيليب لويز اللي هيغيب عن المباراه، فيدال طبعا نجم البارسا والبايرن السابق طبعا، والباك ليفت فيليب لويز اتلتيكو مدريد، ولكن هو مش هيلعب المباراه نتيجه الاصابه، ورغم انه ما لعبش اول مباراه بالاساس يعني، ولكنه هيغيب نتيجه الاصابه، وكمان قلب الدفاع بتاعهم برضو قلب الدفاع لويز برضو لويز لاعب تشيلسي السابق طبعا، برضو اللاعب البرازيلي، ولكن برضو هو لاعب كبير في ديفيد لويز بالظبط. هم بيرجعوا فرقهم او بيرجعوا البرازيل بعد ما بيكون خلاص انتهت تجربته في اوروبا بالظبط، وبالتالي معدل الاعمار بتاعهم هو مش صغير يعني، حتى الاسامي الثانيه اللي معاهم مثلا الهداف بتاعهم بيدرو المهاجم هو عنده 27 سنه ومهاجم كويس جدا وقوي جدا على المرمى، وهو هداف الفرقه، ولكن برضو معدل الاهداف بتاعته هو بمعدل الاهداف بتاعته اخر المباريات يعني بيسجل هدف كل مباراتين تقريبا، ولكن تالق طبعا قصاد الهلال وسجل هدفين. كرتهم سريعه وفرقه قويه جدا، وفرقه في الالتحامات يعني بتصل لدرجه شويه من العنف، وده ادى كمان لاحتساب ضربتين جزاء في مباراه الهلال، ولكن دفاعهم بطيء جدا وسهل جدا انت تلعب في ظهرهم. وعايز اقول لك انه حتى نادي الهلال بدا المباراه قصاد فلامينجو بيلعب باربعه يعتبر في الخط الامامي، انت بتتكلم في ايجالو، بتتكلم في سالم الدوسري، في 4 لعيبه في الخط الامامي، اكيد هم قروا اللي انت بتقوله ده بالظبط، كانوا قادرين يعملوا مشاكل لخط دفاع نادي تراهن على طريقه الهلال في مواجهه فلامينجو، ولا تراهن على واحده من طرق مستر كولر اللي ظهر بيها الاهلي في اي مواجهه في الموسم الحالي؟ لا انا شايف ان مستر كولر هيلعب بطريقه مختلفه تماما قدام فلامينجو، اكيد مباراه الهلال مختلفه عن ماتش الريال، عن ماتش اكيد الريال، لان طريقه لعب فلامينجو مختلفه تماما عن الريال، حتى جوده لاعبين، حتى سرعه لاعبين، حتى مفاتيح اللعب. فلامينجو دايما بيلعب 4-4-2، بتتحول ل 4-3-3، بيعتمد على مفاتيح لعب اساسيه، بيلعب دايما الكره البيلد اب عنده دايما بتبقى من الخلف، ودايما بيرمي الكره بينطلق من الاجنحه وخاصه الجناح الشمال. عندنا يعني هيت ماب بتورينا اللمسات والناس ديت اللعيبه بتاعت فلامينجو بيكون متواجدين فين اكتر مكان في الملعب عشان نتكلم فنيا. الخريطه الحراريه لتحركات فلامينجو، اللعب الخاصه بفلامينجو ده ايه ده في كم ده احنا كذا ماتش اللي فات ولا ده عموما يعني احنا دلوقتي اصلا وهنركز اكتر على مباراه الهلال وفلامينجو اللي هتظهر برضو نقاط القوة عند فلامينجو نقاط الضعف. يعني مثلا المباراة الأخيرة شفنا دايما زي ما قلنا بيكون البيلد اب من الخلف، ودايما التحركات أو الانتقال من الخلف للأمام من ناحية الشمال. يعني ده اتجاه الملعب ناحية الشمال. فنشوف عدد اللمسات الكورة دايما التحضيرات هنا بتكون 74 94 دايما ناحية الشمال، طريقة اللعب بتاعهم بينطلقوا من ناحية الشمال، لإما إن هو يدخل من أقصى ناحية الشمال دي جبهة الشحات وهاني بتاعتنا بالظبط. يعني احنا دلوقتي جبهة الشحات وهاني اللي شفنا الجبهة القوية اللي عملوا مباراة قوية جدا امبارح طبعا على كامافينجا وفينيسيوس، بس اكيد هم في الشحات وهاني يعمل لهم مشكلة، ممكن ما يبقى الناحية دي هيميلوا للدفاع اكتر، لان انت عندك فردتين عملوا شغل كويس قدام الريال، فممكن يكون هيميل الناحية دي للدفاع المرة دي، ما تعرفش
بالظبط. يعني هما دايما ده الستايل بتاعهم، ده طريقه اللعب اللي هما متعودين عليها دايما في فلامينجو، دايما بيكون في اندفاع بيهاجموا بالاندفاع، بيكشفوا خط الدفاع عندهم، خط الظهر عندهم بشكل كبير جدا، بيضغطوا ضغط متقدم يعني، بيضغطوا ضغط متقدم. الهلال عشان يوقف فلامينجو لعب زي ميد بلوك يعني، حاول واحنا ده اللي احنا عايزينه. احنا نتمنى من مستر كولر ان احنا نلعب ميد بلوك، بمعنى ان احنا مش عايزين نوصل اللعيبه ديت للخط الامامي يكون في تهديد عليه، بحيث ان احنا نكشف خط الظهر عندهم. بس انا شايف حاجه ملاحظه عايزك تفسرها لي برضو، هل هم مصوبين جيدين من بره ال 18 يعني؟ يعني انا شايف اللمسات الحريه اللي جوه البوكس قليله مش كتير قدام البوكس، قدام فعلا هم الانطلاقات دايما من ناحيه الشمال، والكره بتتلعب بشكلين، يا اما تتلعب على دايره ال 18 من بره بتصويبه، او بتو باسس بعد كده بتصويبه، وده الهدف الاولاني اللي هنشوفه دلوقتي بالحالات لبيدرو امام الهلال. نفس الطريقه بالظبط بتوصف وبتعكس الطريقه الفنيه في الملعب، بتعكس الارقام ديت، او يعملوا تغيير ملعب باتجاه الملعب من ناحيه الشمال لناحيه اليمين، ويبدا ان هو يهاجم يروح ناحيه على بالظبط. ده اللي حصل في الجول الاول على فكره، وده الهدف الاول اللي اتنقلت بيدرو كان سائط عند ال 18، خدها من فيرست تايم على طول حطها في المرمى، اتقلبت من ناحيه الشمال لناحيه اليمين الشمال بيعكس نفس الكلام يعني. خلينا نتكلم في الحالات لفلامينجو هنا، ده طريقه البيلد اب دايما من الخلف، دايما الكوره بتبدا من الخلف زي ما شرحنا بالارقام دلوقتي. لو حمشينا حارس المرمى بتاعهم سانتوس، يعني هو حارس مرمى يعني متوسط، يعني ليس هو الحارس اللي يحتضنه. لينو الضعف، العاب هواء، كرات ارضيه، نقاط الضعف عندهم دايما في قلوب الدفاع زي برضو مصطفى قال عندهم. طب ما معنى كده ان احنا نشوف الصوره دي مثلا كانت مع الهلال، صحيح الهلال ما كانش ضاغط، لا الصوره دي مع فلامينجو، ده البيلد اب بتاع فلامينجو والهلال، ولا فلامينجو ده امام الهلال بالظبط. تمام، انا قصدي اقول ان انت لما بتقول عندنا مشكله معهم، عندهم مشكله في قلب الدفاع، فالضغط اللي احنا بنعمله بالثلاثي اللي قدام وبيبقى وراه خط الوسط ممكن يجيب غلطات. صحيح، وده اللي بنقوله. لو احنا لعبنا ميد بلوك يعني احنا هنكمل الحالات وهنبدا ان احنا نقف عليها، يعني مثلا الحاله ديت قلنا البيلد اب دايما من الخلف، وزي ما شرحنا بالارقام دايما الانطلاقه ناحيه الشمال، يعني نكمل 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 نمشي السكرينز، نمشي السكرين بسرعه، هتلاقي بسرعه شوف معاه بص بيبدا ان هو ناحيه الشمال. هنا دي الشكل الاول لمعظم تحركاتهم، حتى باللمسات بالبساط دايما شفناها العدد الاكبر في المنطقه ديت. لو جبنا بقى الهدف الاول، يعني ده الهدف الاول، بدانا نخش بينقل الكره لاما في قلب ال شوف في العمق، بيرمي الكره في العمق زي ما قلنا. صحيح. ده مثال، وده طبعا المثال دوت حصل هنا يعني خلاص الكره ضاعت. نخش على الهدف الاول لفلامينجو، يعني احنا نجيب بقى الحاله بالظبط، يعني نجيب الحاله شباب اللي هو هنا اتنقلت من الشمال، هنا اتنقلت من الشمال نفس الكلام، يعني احنا جينا من ناحيه الشمال، ده صانع الالعاب بدا ان هو يخش في العمق، كان من ناحيه الشمال زي ما قلنا، بدا يخش في العمق يباص الكوره لوحده خالص، رقم 9 بيدرو الصوره اللي قبلها لو رجعنا يعني نرجع بص بيدرو كان فين. بس هنا في خطا دفاعي عنيف من الهلال، انه يسيب راس الحربه يهرب في المساحه دي كلها، التحرك بتاعه الصوره اللي ديفندر 2 3 متر ينفع نرجع بص الصوره اللي قبلها، نرجع كابتن ماهر من 5 دقائق فكر الدفاع ازاي تبقى شايف بص بيدرو فين، بيدرو اتحرك من سترونج ساب كده، بص بيدرو بيتحرك ازاي الصوره اللي بعدها، بص بيدرو طلع بره هو ده هو عايز يروح في المساحه وطلع. عايز يروح المساحه. احنا لو بصينا على خط الدفاع للهلال دايما عينيهم على الكوره، يعني ما فيش هنا التمركز، طبعا كان كويس باين ان هم واقفين كويس جدا، ولكن الرقابه هنا في التمركز بيدرو خد المكان. انت بتتكلم على معلش 1 2 3 4 5 7 مدافعين معاهم 3 مهاجمين، منهم واحد في موقف متسلل، ورغم كده خلق لنفسه المساحه، استلم وسدد. صحيح. من لمسه واحده يعني، وده فاجئ لمسه واحده بقى في الجول. جول. يعني احنا عايزين برضو ان نحذر من بيدرو لعيب خطير جدا، هو من اقوى اللاعبين مفاتيح اللعب عندهم، هو هداف الفريق بالمناسبه بيدرو ده هتشتريه يا ريت. نفس الكلام، شوف اللمسه بيدرو خد طبعا خلق المساحه ولمسه وان تاتش راحت في البعيده لمساته جدا. بنتكلم على فريق اعتقد فاكر انا رقم قيمه تسويقيه 161 مليون يورو، ثاني فريق بعد ريال طبعا، بعد ريال صحيح. ما هم اثنين اقوى فرق في البطوله، وده جايين على قبل النهائي الاهلي صحيح. نفس الكلام، يعني شفنا الصوره الفنيه والتحركات بتعكس الارقام اللي اتكلمنا عليها. هنا معانا برضو كذا حاله، الهدف الاخير برضو لفلامينجو شباب، يعني احنا هو الهلال احرز هنا ده هدف الهلال، احنا عايزين ركلتين ترجيح ركلتين ترجيح ده هدف الهلال،
هنا ده هدف الهلال الثالث، هدف الفوز على الباكات. انا عايز اوضح هنا نقاط الضعف عند فلامينجو. نقاط الضعف عند فلامينجو زي ما بنقول في بتتمثل في قلوب الدفاع عندهم. حتى في البيلد اب هنا لو انت في واحد منهم اساسا هيغيب عن المباراه. هنعرض التشكيله ونتكلم عليه. هنا الهلال ضغط، يعني احنا دلوقتي الهلال كان بيلعب ميد بلوك، وده اللي بنقول عليه ميد بلوك. ده افضل سيناريو ان انت ممكن تلعب بيه على فلامينجو. الضغط هنا يعني هم بيحضروا ببطء شديد ضغط الهلال، يعني نكمل قطعوا الكوره الهلال بسرعه جدا للارتداد. الارتداد راح دلوقتي زي ما احنا شايفين 2 على 2. طبعا الناحيه الثانيه ناحيه الشمال اقصى الشمال طبعا الهدف ماريجا اكشوالي 2 على 1، يعني الثاني فوق شويه ماريجا سالم الدوسري بالظبط بقى 1 على 1. خلاص صحيح خلاص. وبعد كده طبعا هدف الهدف فيتو بالظبط كده. يعني شفنا المثال ده بيعكس نقاط الضعف عندهم في التحضير البطيء. لو انت ضغطت عليهم ضغط شديد بنفس الكلام. بس في الصوره اللي فاتت معلش بص ديفيد لويس واقف ازاي. ديفيد لويس بيحلق وحاطط ايده ورا ظهره وبيديله مساحه ان هو يسدد على المرمى. بس هي بيني وبينك صعبه، زاويه صعبه ومهاره جدا، ولكن وفيتو حطها يعني جدا. لو حطها 10 مرات مش هتيجي المره واحده. خلي بالك لو حطها كده اي مهاجم يعني بتعلى منه تروح فوق. لا الزاويه صعبه والجول كيبر قفل الزاويه وفي مدافع واقف قدامك ما حطش غير هنا. بس هنا يعني قرار الشوطه دي اي مهاجم هيفكر فيه كذا مره قبل ما عايز. حسيت رجله كبيره جدا وهو لعيب طبعا كويس جدا. زي ما كنا بنقول من شويه التحضير دايما الانطلاقات عندهم من جابت الشمال ناحيه الشمال. ده ايضا الهدف لفلامينجو. نبدا نكمل نفس الكلام يعني بدا التحركات. طب انا عشان وقتنا هكتفي بالحالات اللي احنا شفناها. مفاتيح فوز الاهلي في عناوين، يعني مفاتيح فوز الاهلي بالمباراه دي شايفينها ازاي؟ وهبتدي بمصطفى. بص انا اكتر حاجه عناوين بالنسبه لي عناوين سريعه جدا. اكتر حاجه خوف بالنسبه لي لازم اعالجها مارسيل كولر ان اللعيبه ما تهمتش. اللعيبه نفسيتها ما تقلش بعد الهزيمه قصاد الريال، وخاصه انه توقع مني مش معلومه انه مارسيل كولر كان بيحضر لمباراه ريال مدريد من قبلها من ماتش سياتل. يعني ما كانش منطقي ان هو يبدا بثلاثي غير الثلاثي الامامي اللي بدا بيه في ماتش سياتل عن ماتش اوكلاند سيتي، وكمان معاهم مجدي قفشه والاربعه يبداوا اساسيين في ماتش ريال مدريد. فانا توقعي ان كولر كان مجهز نفسه قوي لماتش ريال مدريد، فاتمنى انه يتدارك الموضوع بسرعه ويقدروا انه يفوق اللعيبه، لانه تحقيق المركز الثالث للمره الثالثه على التوالي ده انجاز طبعا محدش حققه. مفتاح لعب النادي الاهلي احمد عبد القادر لازم يشوف مشاركتك اساسا في بطوله العالم ده انجاز يا طبعا مصطفى، وللمره الثامنه طبعا في التاريخ دي يعني اكثر. بس هي جماهير الاهلي اتعودت فبقى الموضوع بقى موضوع عادي. احنا مستنيين الوقت نوصل فاينل ونكسب على طول يعني. الخوف على النادي الاهلي برده اللي احنا بنحذر بيه الجزء الثاني، وهي فكره الاجهاد البدني. احنا شفنا عمرو السوليه وديانج الماتش اللي فات عندهم اجهاد بدني كبير جدا، وكميه الميس باص اللي طلعت منهم كانت كتيره جدا. اي فريق في افريقيا اي فريق في افريقيا سمي اي فريق هيلعب اربع ماتشات نهائي دوري ابطال افريقيا في 10 ايام لازم يتعب. انت بتتكلم على ماتشات اعلى كمان من نهائي دوري الابطال. انت لعبت مع اوكلاند، لعبت مع سياتل، لعبت مع ريال، وراح تلعب مع فلامينجو في 10 ايام فيهم اربع او خمس رحلات سفر. طب خلينا عشان الوقت كمان نسمع. يلا اقول لك حاجه كده بس انه محتاج تعمل روتيشن في بعض الاماكن. ونمره اثنين محتاج سرعات قدام عشان دفاع فلامينجو، يعني محتاج بيرسي تاو، محتاج الشحات، محتاج عبد القادر. الثلاثي لازم يكون موجودين سيان كهرباء او شريف، ولكن الثلاثي دول تواجدهم مهم جدا. صحيح زي ما قلنا احنا عندهم اثنين من اهم مفاتيح اللعب عندهم صانع الالعاب اروس كيتا في نص الملعب، ولاعب فيرتو روبيرو. اتمنى زي ما قال مصطفى برضو ان احنا نبدا بحمدي فتحي. حمدي فتحي اعتقد هيكون له دور كبير جدا في توقيف او يعني صد او يعمل بلوك بشكل كويس جدا على مفاتيح اللعب عندهم. زي ما شفنا لو احنا لعبنا ميد بلوك هما دايما عندهم دفاع بيحضر ببطء جدا، نقدر نضربهم في الخلف، ولكن في الحاله ديت محتاجين ان احنا فعلا نعتمد على سرعات بشكل كبير جدا. اتمنى طبعا البدايه ببيرسي تاو من في طبعا كجناح يمين او حتى راس حربه طبعا حسين الشحات، زي ما كملنا زي امام ريال مدريد وجود حسين الشحات مع محمد هاني عملوا جبهه قويه جدا. وشفنا احنا بالتحركات بتاعه فلامينجو نقاط القوه عندهم وتحركاتهم معظمهم في ناحيه صحيح. الشمال. اذا متفقين محمد مصطفى ومحمد الباز ان السرعات لازم نجابها بسرعات، لان هم بيتميزوا يعني بسرعاتهم. الحقيقه بشكركم شكرا جزيلا، يعني استفدنا جامد ومتعتونا بالتحليل. محمد الباز بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، سعيد جدا بوجودي وان شاء الله جود لك وبالتوفيق ان شاء الله اهلي والاحراز البرونزيه الثالثه على التوالي ان شاء الله. محمد مصطفى نورتني يعني شكرا جزيلا في قناه الاهلي، واستمتعت بالتواجد مع حضراتكم جدا يعني. شكرا ليكم. شكرا ليك يا هيثم، انا كمان سعيد بوجودك جدا معاك، وان شاء الله يعني يكون وشنا حلو على الاهلي ان شاء الله باذن الله في المباراه اللي جايه. كل التوفيق لرجالتنا زي ما ابتديت الحلقه ابطال
شرفتونا ورفعتوا راسنا ومستنيين منكم كتير ان شاء الله باذن الله في مباراه يوم السبت. شكرا على متابعه كل جماهير نادي الاهلي لحلقه النهارده من الاهلي في المونديال، وباذن الله يوم السبت ابطال ومنتصرين ونرجع بذهب ببرونزيه تاني مره ذهبيه، ده معناه ان الخير ان شاء الله نرجع ببرونزيه تفرح كل جماهير نادي الاهلي ان شاء الله. شكرا ليك.